أخذنا في الدرس الماضي أن الدعاء ينقسم إلى قسمين. وعشان يكسر وقتها بس من يدعو يتر دعاء يكي ترقى بلنا تلك دعاء عبادة ودعاء مسألة يبرت بلغن دعاء جنا سروع بلغن دعاء فقلنا دعاء المسألة يصح أن يطلب من المخلوق بشروط أربعة جنا يتق سرعة باشقا سرعة بلغة غير له ديگن بل ترد شرط بنا ترى ولد تلك حي تري ولوش كريك وحاضر جانمز دوش كريك وقادر قدرت توش كريك وتعتقد أنه سبب جنا بيريلي على سبب تب يشينش كريك مثل الدعاء الاستعانة دعاء استعانة سيختو يعني فيه. أنا أقول للشيخ أعني في حمل هذه الطاولة مثال الشيخ خيطان مثال وشو صلد ما قطر ونجا جردان بيرش دي بسرين يصح أو لا بطراو ننظر حي حاضر قادر اعتقد أنه السبب يصح بس قرأي سوشتر تر شرطة هل تريو جانب وزدو قدرت دو جانا سبب تبشن يسبي دمك ترا نعم هذا غارق في البحر مثال بلانشا سوغة چوك بارتت ينادي هذا على الشاطئ يقول يا فلان اغثني ترى جيك تترون غايتو تو بالانت ما جردن بيرديت يصح تراو ننظر حي قرايز تريو حاضر جان جانداو قادر قدرتو يعتقد انه سبب بيري لسيت بشنو يصح دمك ترا مفهوم شنو نعم طيب هذا الاخ يريد يدخل في الجامعه مثال بالانت بيرتوغانوس بو ستودنت بول بونيورسيتيت كيريس كيلي اولاد ياتي لهذا هذا دكتور في الجامعه انا بالانت شاغيت بول شو بونيورسيتيت كيبل دكتور يقول اريد تشفع لي حتى ادخل في الجامعه هاي تات بار ماغا جاردان بيريب ماغا بير شاپات جول بيرش مين بونيورسيتيت كيرغان كيديت اورتوم جول ديت تراو ننظر حي قرايز حاضر قادر اعتقد انه سبب يصح واغا كوتشوجيت قدرتو جانا جونل سبب تبيشنوي ديميك إذا مثل الدعاء الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة. إميك بقول وشو الدعاء قبل نية سيختو كان جردام سرو سيختو خد خارو تلو سيختو خرقو تلو سيختو جنا شفاعة تلو سيختو. يصح أن تطلب من المخلوق بشروط أربعة. وشو نرسن بارتين بس باش قبل مخلوق تان سرو ساق بلوت تر وشو تر شرط منه. إذا اختار شرط من هذه الشروط الأربعة لا يصح. إذا ده وشو تر شرطن بروز جوك بلوت رقم بسه عندها طرامس بود عندها صح